قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إن موعد استقبال طلبات الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون في المستقبل القريب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى المشاريع الصغيرة مستقبل وطموح. ضمن احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية، افتتح مشروع المدينة المضيئة التي تقيمها حملة بادر انت قادر بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. وأن أقامت هذه المدينة المضيئة ضمن أجواء البهجة والسرور باحتفالاتنا الوطنية يؤكد قدرة الشعب الكويتي الكريم على الإبداع والابتكار والتعبير عن مكنون شعوره الوطني ومدى ما يحمله من فكرة وفؤاده من حب وعشق لثرى هذه الأرض الطيبة، وتأكيدا لقيم ومبادئ الوفاء والولاء لقيادتنا الحكيمة. الأخوات والأخوة، كل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لهذه الفكرة الخلاقة للأخ الفاضل مبارك صالح بن جادة ولمجموعة بادر أنت قادر الشبابية وكافة أعضاء فريق العمل المنظم لهذه الاحتفالية على مبادرتهم بإنشاء المدينة المضيئة مشاركة باحتفالاتنا وأفراحنا الوطنية. ما تحمله هذه المبادرة الوطنية عن عمق المعنى ونبل الشعور الوطني وقيم المواطنة الحقة والولاء والانتماء تمثل تعبيرا صادقا عن حب الوطن وقائده. للتعبير عن مدى حب وولاء شبابنا الغالي لوطنهم الغالي ولقيادتهم الحكيمة، وزارة شؤون الشباب بمساهمتها تكمل الجهود الكبيرة لحققها الشباب هذه المجموعة بادر الشبابية واللجنة المنظمة في يعني ترجمة هذا الشعور وهذا المحبة اللي عودنا عليه دائما شعب الكويتي في محبة لوطننا الغالي ولعلمنا العالي دائما. فشكرا للجميع، أتمنى إن شاء الله التوفيق، شاكر وسائل الإعلام دعمها لأن دورها مهم وأساسي في أعيادنا الوطنية، وشهادة أيضا لزملاء في تلفزيون الكويت على الجهود الكبيرة اللي حققونها لخدمة ورفعة هذه الأعياد الوطنية. هذه المدينة كما قلت مسبقا وأكرر دائما هي مثال للتكامل بين الدور الشعبي والرسمي، فبالتالي إن شاء الله الكويت بفضل الله عز وجل بلد مفعم بالأمل، بلد يعني لا يمكن إلا أن يكون بلدا مشرقا وبلدا للإبداع، وهذه فكرة على الطريق وإن شاء الله غيرها قادم بإذن الله. هي أساسا فكرة الشباب كما قلت يعني في بعض المقابلات هي مزيج بين أمرين، رغبة شبابية بإظهار مشاعر صادقة تجاه أبوهم وأميرهم وقائدهم، ولكن أرادوا لهذه المشاعر أن تكون بطريقة مختلفة ومبتكرة، فكانت هذه المدينة. هذا الجهد الوطني الشبابي المبادر والبناء من أجل إظهار الوجه المشرق والحضاري لدولة الكويت مضاء بمصابيح المحبة والعرفان لقائدنا وراعي نهضتنا وقائد الإنسانية، والتعبير أيضا الشبابي على الإبداع والابتكار بهذه المدينة المضيئة. من المدينة المضيئة في منطقة مشرف، يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.